مدائن صالح، والتي كانت تعرف قديما بمدينة الحجر، تعتبر واحدة من أهم المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية. إذن أهلا بكم في مدينة الحجر أو في أرض الأنباط. إحنا الآن موجودين في الحجر حتى نشوف إيش البقايا المتواجدة من مملكة الأنباط. طبعاً الأنباط عاشوا بداية في البتراء في الأردن، لكنهم قرروا توسعة المملكة تقريباً 100 سنة قبل الميلاد، فوصلوا إلى هنا وسموا هذه المدينة بعاصمتهم الجنوبية لمملكة الأنباط. وجودهم هنا كان الغرض الأساسي منه السيطرة على طرق التجارة لازدهار المملكة، واستمروا تقريباً إلى 100 سنة بعد الميلاد. وسعوا الأنباط مملكتهم إلى هذا المكان لأن هذا المكان يقع على خط التجارة القديم المسمى بخط البخور. السيطرة على خط البخور تعطي نفوذ جداً عالية. فزي ما شايفين احنا الان امام احد المقابر، مقبره الحياه بن كوزة. هذه فقط مقبره، لكن اغلب الناس يتوقع انها منزل او بيت او غيره، لكن هذه فقط مقبره. المقابر تتعدد وتختلف في التصاميم والانواع والاحجام ايضا، وكل قبر يقدر يعطينا نبذه عن الشخص او صاحب المقبره هذه او العائله المالكه لهذا القبر. على سبيل المثال المقبره اللي امامنا الان من اكبر المقابر الموجوده واجملها بالتفاصيل، والجميل فيها ايضا انها تفردت في هذا المكان، ايضا انها ما هي منتهيه، لم يتم الانتهاء من العمل على هذه المقبرة، والدليل واضح أمامنا. فالجزء الوسط والعلوي من المقبرة منحوت بشكل ناعم، لكن الجزء السفلي خشن لحد ما، وبالتالي نقدر نقول أنه كان يبدأ النحت من الأعلى للأسفل. وهذه المقبرة غير منتهية أيضا، كون الشخص المالك لهذه المقبرة توفي قبل ما تنتهي هذه المقبرة. بدأ موسم التنقيب الأول في 2008 على يد البعثة الفرنسية السعودية. أغلب الأشياء الظاهرة للزوار لما يشوفوها اللي هي المقابر هي الأشياء الواضحة جداً الباقية من مملكة الأنباط، لكن في أيضاً موقع المدينة نفسها، وبدأ فيه التنقيب من 2008 أيضاً. في أحد المقابر تم العثور على الجثة تعود لإمرأة تقريباً في العقد الثالث من العمر. هذه الجثة الآن معروضة في معرض معهد العالم العربي في باريس في فرنسا، ولأول مرة تعرض للعالم. هذه الجثة تعطينا معلومات جداً كبيرة ومهمة عن مملكة الأنباط. على سبيل المثال طريقة التحنيط أو إيش أدوات المستخدمة في التحنيط، ايضا في الزينه ايش الاكسسوارات اللي كانت موجوده حول عنق المراه الموجوده او الجثه. هذا كان جزءا من تاريخ السعوديه العريق.